السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. بغيت نجاوب على بعض لي ميساج اللي وصلوني وبعض لي كومونتير ديال الدراري اللي عندهم نيت البيكان. كاين اللي كيقول لك كتفشل ليه في الطلعه، كاين اللي كيقول له شنو كيقول. اللي نقول اخوتي هو راه الموتور لا في الجهد ديالو في الطلعات ولا في اي حاجه، جوج حوايج اللي كيكونوا مسببين. يا اما الماكينه اللي عندك مركبين لك سيلان صغير، السيلان راه تعرفو من السيلان راك الا كانوا هاد الريشات كبار راك تعرف عندك سيلان كبير، الا كان كحل وما بين هاد الفرق صغير بين السنه والسنه راك تعرف سيلان عندك الخمسي. هذاك ما كيفوتش 80، هذاك الطوب ديالو الموتور 80. حاجه اخرى الروداج، الروداج هو الموتور. ها هو دابا شحال 1024 كيلومتر الروداج. الروداج الطريقة الوحيدة اللي تبعت فيه، مبقاش تسمع هدرة بنادم مع بنادم يقولك حتى شي حاجة. كاين الكتاب ديال الموتور اللي تيكون معاه هو اللي تيكون فيه كلشي. مبقاش يقول بنادم لا 40 لا سير 45 لا نفس الموتور لا كتخنقو ولا هادي، حتى انا كنت كنسمع هذا. اول كتاب فيه كلشي. هانتو نشو معايا الطابلو، هانتو من زيرو 160 كيلومتر ما شفتش 35 كيلومتر في الساعة، طوب سبيد هو 35. من 160 كيلومتر ل 800 وصل على 45 وحبس ما تجيش عفاك. من 800 ل 1600 كيلومتر، شوف حتى ل 1600 ماشي ل 1000، 55 كيلومتر في الساعة. يعني انت دابا بنادم فاش كيوصل 1000 كيلومتر اش كيقول؟ اجي غادي ندير نشوف الموتور طوب سبيد ديالو شحال. كتهلكو اخويا، انت كنتي اصلا كيقول حنا نديرو في الميتال في الروداج ما كتفوتش سيدي واحد 45 ولا 50 كاع. وصلتي ل 1000 كيلومتر في البلاصه طلعتي طوب سبيد، انت عفطتي بالموتور وقلتي غادي بواحد 75 ولا واحد 80 ولا حتى 90. انت عند بالك صافي كتنفس في الموتور، ولكن انت ما كتنفسوش، حتى كتخرج عليه، حتى كتخرج على موتورك في هذيك اللقطه. خاصك تبقى طالع بشويه بشويه. هاني لي السوق قالك شحال 1600، انا هادشي اللي تبعت في الاول. انا كنت كنسمع هضرات بنادم، ولكن تداركت الموقف دغيا. كنت انا ما كنفوتش 35، لا فاتش كنوصل ل 40. كثر عليا القيل والقال، لاكس زيد هادي نفس الموضوع هادي. شوف نقلب هاد الكتاب بالي هاد الطابلو هذا فيه هادشي، فيه هاد لي دوني كاملين. كنت واصل ديك الساعه 400 كيلومتر صافي، جاتني من الجنة شي ولد نازلتني باقي ما ضاعش فيه بزاف. من حتى ل 160 انا ما كنفوتش 35 من الخير، كملته من 400 ل 800 ب 45 كيلومتر. من 800 دابا ل 1000 هو كنوصلها به الطوب هو 55، ولكن باقى لي شهر، باقى لي واحد 900 كيلومتر تقريبا، 580 كيلومتر باقى لي ب 55 طوب سبيد او 55. هذا راه جروب كبير، 55 راه الخير والبركة. كيما خوتي 55، اللي واحد الدري تا هو كنسولني قال لي 55 واش يمكن لي ردف، واش يتردف ولا 1000 كيلومتر ردف. ها هما حدا هو الخوت مع هاد الكارطيرات، هادو مع الحفاري، حفاري وكتركب وراك بنادم تقيل. هاد الكارطيرة هادي كضرب لك فهاد التحتانية هادي كتولي مشقة. وهذا دابا المشكل حيت الموتور يلاه تلاح، راه شو هاد الديزاين اللي فيه، وهادي ما كاينش البياز ديالو. يعني الا تشقات فيه شي لعبه ولا غتبدل فيه شي لعبه راه ما هي وما لونها، راه غتبقى شحال وانت كتسنى ودوموندي وكذا. الله ما حافظ عليه. واصلا انت عندك هنايا هاد البارتيات هنايا هزها صافي وسير مرتاح، هادو ارتيكالي ودق من جناب. كيما خوتي 55 كيلومتر في الساعة ما شفتها جبيش اش وصلت حتى ل 1600. واخا توصل ل 55 راه غادي زوين، راه غيبقى غادي معاك الموتور زوين. هادو هما الأسئلة اللي كاينة. وشكرا خوتي، ما كرهناش تعاونو هاد العشرين مزيان، بارطاجيو الفيديو لا قدرتو، ما تنساوش ابونو وتفعلو الجرس. الله يعاونك.